السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، كل عام وحضراتكم بخير وعيد سعيد. اللهم تقبل منا صالح الاعمال، اللهم امين. طبعا النهاردة معايا في الفيديو اخبار عن الحالة الصحية لكل من الفنان الكبير سمير غانم وكمان الفنانة دلال عبد العزيز على لسان رامي رضوان زوج بنتهم بعد انباء كتيرة جدا عن وفاة الفنان سمير غانم. نوحد الله ونصلي على رسولنا عليها افضل الصلاة والسلام. وهبدأ على طول، كلنا عارفين انهم مصابين بكورونا وان الحالة الى حد ما غير مستقرة، ولكن التطورات الجديدة في حالة كل من دلال عبد العزيز وسمير غانم هنقولها دلوقتي. طبعا نبدأ بدلال عبد العزيز اللي الحمد لله الحالة بدأت تستقر الى حد ما، يعني مش بنسبة كافية، وده على لسان رامي رضوان اللي قال ان الوضع مازال حرج، وقال كمان نتمنى ان انتوا تدعوا لهم لان طبعا هي مصابة بكورونا والمسحة الثالثة كمان ليها ايجابية. دلال عبد العزيز الفنانة الجميلة المحبوبة جدا جدا بتعاني طبعا من مشاكل في التنفس، بتتحط على جهاز اكسجين بعض الاوقات، موجودة في مستشفى على طريق جسر السويس، طبعا مستشفى عزل، هي حالتها النفسية هي اللي متدهورة أكتر طبعا بسبب الأخبار الكتيرة والشائعات الكتيرة عن وفاتها ووفاة الفنان سمير غانم. كمان بنتها إيمي سمير غانم كتبت الدعاء اللي حضراتكم شايفينه وطلبت الناس كلها بالدعاء ليهم، وقالت ادعوا لهم لأن الوضع بتاعهم مش يعني غير مستقر. نفس الدعاء كمان نزلته دنيا سمير غانم اللي في حالة انهيار شديد جدا يمكن اكتر من ايمي، هي كانت مصابة طبعا بكورونا والحمد لله امورها اتحسنت والحالة المسحة الاخيرة ليها بقت سلبية، ولكن هي بتلوم نفسها كتير ان هي السبب في اصابتهم لان هي فعلا اول واحدة اتصابت في البيت ايام تصوير مسلسل عالم موازي اللي خرج من السباق الرمضاني. طبعا بعدها بتقول ان هي السبب في الاصابة، وكمان زوجها اتصاب فنان المذيع رامي رضوان بعتذر، وبعد كده قال لسه منزل خبر قال ارحمونا شويه من الشائعات، حرام عليكم يا اخوانا الرحمه من الشائعات، احنا فينا اللي مكفينا، ارجوكم ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لا يزال حرج. ما يتم يقصد طبعا المتداول ان هم وفاه سمير غانم، وداعا سمير غانم، اللحظات الاخيره سمير، كل التفاصيل دي طبعا. وفعلا طلعت انباء من داخل المستشفى ان هو فعلا في غيبوبه تامه، يعني لو هقول لحضراتكم تفاصيل حالته الصحية بالتحديد، هو طبعا عنده فشل كلوي وكمان دخل في مرحلة غسيل كلى، وكمان بيعاني من ضغط وسكر وإصابة من كورونا بعد ما كثر من الجدل حول إصابته، ولكن نقابة المهن التمثيلية هي اللي أثبتت فعلا إصابته بكورونا، وإن هو دلوقتي بيعاني جدا من مشاكل في التنفس، محطوط على جهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة. طبعا في الايام الكريمة والنهاردة اخر طبعا يوم في الشهر الكريم كتب رامي رضوان طبعا على صفحته منذ اقل من نص ساعة بالظبط، الليلة اخر ليالي الشهر الكريم لعل فيها تكون اجابة من المولى عز وجل لدعائنا، يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، الطف بعبدك سمير غانم ودلال عبد العزيز وسائر المرضى وانعم عليهم بالشفاء العاجل ان شاء الله. طبعا البوست ده هو لسه كاتبه لان الاوضاع غير مستقرة بالمرة، خصوصا للفنان الكبير سمير غانم بيعاني من ضيق تنفس ومشاكل في التنفس، كورونا المسحة بتاعته ايجابية، غسيل كلوي، فالموضوع بصراحة صعب جدا خصوصا مع كبر السن. بناته الله يكون في عونهم طبعا ان هم منهارين وفعلا زعلانين جدا، والدهم ووالدتهم الاتنين موجودين في المستشفى، فالموضوع بجد مؤثر، ربنا يصبرهم وان شاء الله يرجعوا بالسلامة. وكمان سمير غانم اضحكنا كثيرا، صاحب الابتسامة الجميلة والدم الخفيف، ودلال عبد العزيز ربنا طبعا يشفيهم ويشفي مرضانا جميعا، ويا رب يا رب انصر اخواننا في فلسطين. اللهم نسألك باسمك الاكرم الذي اذ دعيت به اجبت، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق، اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا كتير جدا يا جماعة ليهم لاخواننا، وربنا يرحم الشهداء ان شاء الله. والله اللسان عاجز عن الكلام، ان شاء الله ربنا ينقذ المسجد الاقصى ويا رب يكرمنا بالصلاة فيه مع اخواتنا الفلسطينيين. سلام عليكم.